في الذبيح عامه خروف او عجل او ايا كان ايه الضحيه تبقى نفس الكزلك ونفس العده عادي. بتشتري كزلك ذبيح، كزلك تشفيه، كزلك سليخه، مستحد وساتور. بتختلف بقى ايه في مثلا في الحاجات بقى اللي بتتعلق عليها، مثلا المجاوز، الانانير، المفارد كده. يعني العجل حجمه مش حجم ازاي مش نفس حجم الخروف، فاهمني؟ فالخروف حجمه والعجل حجمه. فالعجل بيعوز فشاخه كبيره عشان يتعلق عليها، يشف عليها، يقطع عليها كده. انما الخروف بيعوز ايه مجوز ايه صغير متوسط كده. يعني مثلا بيبقى الفرق ايه في الكزك اللي هو بيبقى مريح ايدك، ما مش كل شويه بيبقى عايز يتسن، مش كل شويه بيتلم، مش كل شويه بيعرق لك ايدك، بيخليك اللي انت ايه تبقى سريع. كزلك ايه نضيف واللي بيبقى مسنون سنه محترمه وكده، ما بيتعبش الجزار. كزلك الذبيح لازم يكون مسنون كويس جدا، والجزار ايه هو اللي فاهم بقى وبيعمل ايه. بتبقى مره واحده بيبقى مسنون على الجلخ وعلى حجر المايه وعلى المنعم، مسنون سنه محترمه. بتاع الذبيح ده بالذات بيبقى متخصص ايه اللي هو ايه لازم على طول ايه رايح جاي. يعني ممكن سكينه تقعد معاك سنه، سكينه تقعد معاك سنتين، على حسب يعني على حسب الكزلك نضيف، على حسب الكزلك سويسري، ياباني، صيني. لو صيني يعني بيبقى عمرها الافتراضي قليل، لو بقى ماركه بيقعد معاك ايه مده. في ياباني وفي سويسري وفي صيني وفي بلدي وفي الخوجه، كذا نوع يعني كذا نوع ايه. بيبقى برده في مثلا جزار بيجي يسالك على نوع معين حسب موجود عندك. في كزلك سويسري مثلا اصلي يبقى عامل 1500، والصيني بتاعه يبقى عامل 350 250 150 على حسب. لو عايز كزلك ذبيح بيبدا من 150، وفي طبعا اقل على حسب الحجم. وعندك مثلا كزلك التشفيه بيبدا من 75 وانت طالع، كزلك السليخه بيبدا من 65 وانت طالع، والمستحد بيبدا من 250 وانت طالع، وفي ب 150 وفي ب 200 على حسب برضو ايه نوع ايه الحجم بتاعه كده.